تستمر انتهاكات جيش الاحتلال التركي والفصائل المسلحة التابعة له في مدينة عفرين السورية. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن عناصر من فصيل ما يسمى لواء سمرقند التابع للاحتلال التركي اعتقلوا 6 مدنيين في قرية سنارة التابعة لناحية الشيخ حديد في عفرين. تواصل المجموعات الإرهابية المدعومة من تركيا انتهاكاتها بحق المواطنين الكرد في مدينة عفرين وريفها، وذلك بهدف تهجيرهم من مناطقهم. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن عناصر من فصيل ما يسمى لواء سمرقند التابعة للاحتلال التركي اعتقلوا 6 مواطنين في قرية سنارة التابعة لناحية الشيخ حديد في عفرين، بذريعة وجود صلات لهم بالإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا. المرصد ذكر أن 2 من المعتقلين أفرج عنهما في وقت لاحق بعد دفعهم فدية مالية، بينما أبقى الفصيل على 4 الآخرين قيد الاعتقال إلى حين دفعهم الفدية المالية. وكان المرصد السوري قد ذكر في وقت سابق إن ما تسمى الشرطة الحرة المدعومة من الاحتلال التركي نفذت حملة دهم واعتقالات في ناحية شران بريف عفرين، واعتقلت على إثر ذلك 5 مواطنين كرد على الأقل في قرية متلي بناحية شران بذريعة التعامل مع الإدارة الذاتية وجرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة. كما اعتقلت أكثر من 8 أشخاص آخرين في غضون الأيام القليلة الفائتة بمدينة عفرين تحت حجج وذرائع مختلفة. وفقا للمرصد السوري فإن هناك 2007 أشخاص من أهل عفرين لا يزالون قيد الاعتقال لدى قوة الاحتلال التركي والمجموعات الموالية لها، وذلك من أصل 2766 شخصا جرى اعتقالهم في عفرين وأفرج عن بعضهم بعد دفع مبالغ مالية كبيرة. المرصد السوري ذكر أيضاً إن المجموعات المسلحة تفرض الفدية على المختطفين وإنها تصل في بعض الأحيان لأكثر من 10 ملايين ليرة سورية. تعمد تلك المجموعات إلى إرسال مقاطع صوتية أو أشرطة مصورة إلى ذوي المختطفين مع التهديد بتصفيتهم في حال الامتناع عن دفع المبلغ المطلوب. معنا الآن من الشهباء محمد علي حسن عضو المجلس الرئاسي بمجلس سوريا الديمقراطية. سيد حسن، شكرا على قبول الدعوة. إذا استمعنا إلى التقرير، كيف من الممكن أن ننظر لهذه الممارسات من قبل الفصائل التابعة لتركيا في عفرين؟ مساء الخير لكم والسادة المشاهدين. أهلا بك. الدولة التركية ومن خلال الأعوام 9 الماضية والتي لم تكتفي بدعم العصابات المسلحة في سوريا وبالأخص في مناطق عفرين والشهباء أصبحت متداخل أساسي في المعضلة السورية والمشكلة السورية. فتركيا حاولت اقتحام حي الشيخ مقصود في عام 2014 و15 ودعمت المجموعات الإرهابية على الحي، ولكن تكاتف أبناء الحي وقف عائقا أمام مشاريعهم. أما الانتهاكات التركية بحق شعب عفرين ففي العام 9 على التوالي تركيا لم تكتفي بدعم الجماعات الإرهابية المسلحة، بل أصبحت تركيا هي اللاعب الأساسي في المعضلة السورية وتأخير الحل السياسي. فتركيا استباحت الأرض السورية والشعب السوري، حيث راح ضحية هذه الحروب مئات الألوف من الشهداء والأبرياء والمواطنين العزل. فتركيا عندما عجزت عن اختراق الجدار المنيع للمقاومة البطولية لشعبنا أصبحت ترسل نار حقدها لتحرق محاصيل الناس البسطاء الفلاحين، وحرقت أكثر من 5000 هكتار من الأراضي الزراعية من مد القمح. طيب، فيما يتعلق بمستجدات الوضع في مدينة عفرين سيد الحسن، حديث يدور عن فتح المخابرات التركية مقرات جديدة للتحقيق مع المدنيين في عفرين، هل لديكم تفاصيل إضافية حول ذلك؟ تركيا جعلت الفصائل زريعة، أما أساس
الموضوع هو تركيا تحاول احتلال الأراضي السورية، فلذلك هي تعطي مجال أمام الفصائل المسلحة التي تعطي فساد لتستطيع هي تنفيذ أجندتها والسيطرة على عفرين وعلى الأراضي السورية. الجدار العاطل الذي يقوم بناؤه على حدود من دار عزة باتجاه أعزاز بطول 70 كيلومتر أمام أعين وجميع الدول، والذين يبقون صامتون حيال هذا الشيء، هو دليل على تورط جميع المتداخلين في ملف الإستانه في موضوع السوري. فاقتطاع أراضي سورية لم يأتي عبسا، فمناطق خفض التصعيد، مناطق خفض التصعيد هي مناطق تقسيم وليست مناطق خفض التصعيد. شاهدنا بدل أن تكون خفض التصعيد زيادة التصعيد فيها، والدليل إدلب الآن. طيب فيما يتعلق بإدلب بالتحديد، يعني اليوم كثير من الأخبار تتحدث عن وجود خلاف تركي روسي حقيقي في إدلب، أي انعكاسات وتداعيات لذلك على مستقبل الوجود التركي في عفرين؟ لا يوجد خلاف تركي روسي كبير، إنما اتفاق مبين بينهم على فتح الطريق بين اللاذقية وحلب وباب الهوى وحلب، الشريان الاقتصادي. هذه هي المناطق المتفق عليها في جولات الإستانة. أما عن وجود الروسي في سوريا فلم يكن إيجابيا أبدا، فالدليل مناطق ترفعت 6 نقاط روسية جديدة، والقصف التركي استهدف المواطنين، واستشهد البارحة شخص من ترفعت هو 6 مجاريح، دليل أن روسيا ليست لها سلطة على تركيا، أكدت عن رفعها. طيب في نهاية بقية معي دقيقتين حبذا لو نستغلها معكم سيد الحسن، الحديث يدور عن أو يعني السؤال الذي لطالما يطرح بكثرة عن أي أهداف لاستمرار هذه الممارسات اللا إنسانية اليوم من قبل الفصائل التابعة لتركيا في عفرين، أي أهداف نهائية؟ الملف المقدم من الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان بيّنت جميع الانتهاكات التركية في سوريا ووثقته وأرسلته إلى الدول ومجلس الأمن الدولي. على المجتمع الدولي أن يعي خطورة التدخل التركي في سوريا وأرض سوريا، وعلى تلك الدول أن تقف سد بديعا لحماية شعوب المنطقة. فتركيا هدفها ليس سوريا فقط، هدفها الدخول إلى الوطن العربي، فموجودة بتونس بليبيا، تدعم جماعات المسلحة في الوطن العربي جميعا، حتى أصبح البارحة إعلامهم يهدد أمريكا. البارحة مراسليهم قالوا ستشتري الS-400 لتهديد من يهددنا، وتقصد هي أمريكا. طيب أنا أشكرك جزيلا على كل هذه الإيضاحات، ضيفنا من الشهباء محمد علي حسن عضو المجلس الرئاسي بمجلس سوريا الديمقراطية، وشكرا لكم لكرم المتابعة، إلى اللقاء.